تسجيل. طبعا بداية يا أحبابنا، خلينا نيجي ناخذ الموضوع شوي أوسع. لما ربنا خلق الأرض وخلق الحياة وخلق الكائنات الحية، فرجوا عليها اللي هي مينها؟ الحيوانات والنباتات والإنسان الذي كرمه الله في إيش؟ في الحياة. يعني طبعا لما نيجي على الأرض ونلاقيها صحراء خراب يابس فيش فيها إشي، بنقول لا تفيها. شو بنقول؟ لا حتى فيها، ميت، أرض جرداء ميت. فربنا قال في القرآن: وجعلنا من الماء كل شيء حي. جعلنا من الماء كل شيء حي. بما أن جعلنا من الماء كل شيء حي، إذن الماء أساس الحياة. الماء أساس الحياة. فلو جينا على إنسان سحبنا المي اللي في جسمه، شفطناه، جففناه، شو بصير فيه؟ بيموت. لو نيجي على نبتة سحبنا المي منها أو من ورقة منها، تطلع على النبات لما يعطش بذبل، وإذا استمر العطش شو ماله؟ بيموت. تعالوا على نبتة ذابلة واسكوها، بعد شوية بتصحصح، صح؟ بتفرفش. وهذا الإنسان. فربنا لما قال الماء أساس الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذن الحياة مرتبطة بالماء. مرتبطة في شو؟ بالماء. فيش حياة بدون ماء. جسمنا إحنا المترامي الأطراف، المتعدد الخلايا، التريليونات من الخلايا، مصانع معقدة في داخل الخلايا، أجهزة تحكم عن قرب وعن بعد، nervous systems و endocrine systems، communications، بنية تحتية infrastructures لا مثيل لها. من شو؟ من كل إشي. عندنا أنابيب، عشرات الآلاف من الأوعية الدموية، عشرات الآلاف من الليمفاتيك داكس، عشرات الأف اللي موجودة مشان تمسك هاي الخلايا في بعض. تتصوروا 230 206 عظمات، مجموعة من العظام، 500 وإشي من العضلات، 11 سيستم متكاملة انتجريتد مع بعض، بدون أي برغي، بدون أي مسمار، بدون أي إشي. شوية مية تحمل شوية مية، شوية مية تحمل شوية مية، خلايا تحمل خلايا، مية تحمل مية. إذا جسم الإنسان يتكون من غالبيته من المي. غالبيته، لما احنا نحكي عن غالبيته احنا بنحكي عن اكثر من 60%، ثلثين وزن الجسم. 60-70% من وزن جسم الانسان هو عباره عن ووتر. عباره عن شو؟ عن ووتر. يعني لو واحد وزنه 100 كيلو منهم 60 كيلو، 60 كيلو وزن مش 60 لتر، 60 لتر حجم، 60 كيلو وزن، 60 كيلو ماشي مي. طيب هسه بسألني واحد شو فرقة الكيلو عن اللتر؟ فكل الكيلو هذا مقياس للأوزان، بينما اللتر مقياس لحجم السوائل أونلي. يعني لما نيجي نحكي احنا نجيب حجر، حجر حجر، جينا وزناه طلع كيلو، مش بالضرورة يكون يعبي لتر. لو جبنا تراب، جبنا كيلو تراب ممكن تكون نص لتر كحجم، ممكن تكون نص لتر. طبعا شغلة النص لتر برضو مش دقيقة، لأنه اللتر هي وحدة قياس لأحجام السوائل. مش هذا موضوعنا. موضوعنا إحنا بنحكي عن نسبة تناسب عن كيلوغرامات بما إنها وزن. إذا وزن المي اللي في الجسم تساوي
6% من الوزن الكلي. هاي الماء اللي في الجسم موزع، موزع بمعادلة ربانية، معادلة. هاي المعادلة الربانية بتقول كالتالي، إنه في عنا قوانين فيزيائية إحنا عرفناها، حين حطناها البشر حطناها، ولقينا إنه من ضمن قوانين اللي إحنا حطناها إنه الموفمنت للسوائل بشكل عام، الفلويدز تتحرك حسب قوانين الفيزياء العامة وقانون السوائل، إنه من السائل ذات الكثافة العالي أو البريشرز العالي الضغط إلى السائل ذات الضغط المنخفض. يعني لو جبنا سائلين، واحد فيه ضغط مرتفع واحد فيه ضغط منخفض، بتصير الموفمنت من الضغط المرتفع للضغط المنخفض. ماشي؟ أوكي. هسا في عنا بريشر، في عنا كمان ضغط، في عنا بيئة، إذن السوائل بدها تتحرك للأسفل، وين؟ اتجاه الجاذبية. إذا ربنا حط نظام السيركوليشن سيستمز إنه بحيث يتحرك الدم، والجزء الأكبر منه البلازما اللي هي الفلويدز، تتحرك إلى الأسفل وإلى الأعلى للرأس وللإجرين تحت ضغط معين في كل سيكشنز أو كل جزء من جسم الإنسان، وهي نفسها هذا الضغط كافي إنه يدفعها بما أنها حلقة مغلقة سيركوليشن، رجع الفينس للهارت، بحيث إنه لما يرجع الدم على الهارت، دم الوريدي على الهارت، يكون البريشر تبعه في لحظة دخوله على الهارت صفر. لما يدخل الدم على الرايت فينت أتريوم من الكافا إنفيرور سوبيرور، الضغط فيش ضغط، مش ضغط، ما وصل. تعرف لو كان في هناك ضغط استمر بالحركة كان صار عندنا خلل. إذن الحركة تطلع من القلب بضغط معين، ضغط معين لترجع للقلب، ملاحظة دخولها للقلب بيكون ضغطها قريب أو يساوي صفر، لأنه خلص بدنا هاش تمشي أكثر من هيك، وصلت المحل بدها توصل وقف. يعني هسه لو جينا إحنا درنا مي على الأرض، هاي المي بتمشي صح؟ بتمشي لمسافة معينة، بتقني لمسافة معينة وتقف. طب ليش وقفت هون؟ ليش يعني ما مشت 10 سنتي 20 سنتي ولا آخره الأكثر؟ شو اللي بيخليها توقف؟ جزيئات الاحتكاك. إذن في سبب، يعني الأرض بتصير تشرب منها، هذا المي بتصير تتناقص، البريشر تبعها بتصير يخف، سرعتها بتصير تقل. تنوصل لآخر نقطة بنشرب آخر قطرة ماء، خلص هنا وصلنا، وقف. لو كمية المي كانت أكثر كان مشت أكثر. لو كمية المي من الأصل سرعتها عالية كان تقطع مسافة أكبر بدون ما يصير عملية تشرب منها، وهذا اللي بيصير في بداية الأمراض في الأمطار في شهر 10، لما تمطر مطر قوي بسرعة مرة واحدة، الأرض بتمشي على الطبقة، المي بتمشي على سطح الأرض بدون عملية امتصاص، بيصير عندنا شو سيول. ما علينا، هذا مش موضوعنا. هسا تركيبة هاي الووتر اللي موجودة في الجسم يا حبايبي، من 60% المية هذول، نعتبر إنه الإنسان هذا وزنه 100 كيلو، حطوا على جنبه 100 كيلو، إذا منهم 60 كيلو مي. هذول 60 كيلو الموزعات وين المي موزعة فيهم؟ كالتالي نسبتهم 40 كيلو موجودات في داخل الخلايا، يعني في السيتوبلازم، عندنا مثل ما حكيت لكم تريليونات وعشرات تريليونات من الخلايا، في السيتوبلازم عندنا موجود موزع 40 كيلو مي من الإنسان وزنه 100 كيلو. من كل الوزن 100 كيلو 60 منهم مية، 40 محطوطات في داخل الخلايا، ضلوا 20. ال20 موزعات على الاكسترا سيلولار سبيسز، هم موجودات في الاكسترا سيلولار سبيسز. شو المقصود في الاكسترا سيلولار سبيسز؟ مقصود فيه نقطتين، الاكسترا سيلولار سبيسز اللي هم 1/3 اللي هم 20 كيلو يعني من 100 كيلو، مقسمين 10 منهم، ماشي قديش هم عفوا حكينا 20 سوري مش 10 هم 20 مقسمين، هذول ال 20 90% منهم موجود بين الخلايا في الانترستيشال فلويدز سبيسز، و5%
موجودات في الفاسكولار سيستمز. 5% موجودات وين؟ موجودات في الدم. فصار عندنا التوزيع الاكسترا سيلولار قديش؟ 20 منهم 5%، 5% من هذول العشرين اوكي وين؟ في الدم، والباقي بين الخلايا. هذه النسب ثابت، هذه النسب ثابت. اذا صار اي خلل في هاي النسب، في اي نسبه منهم، بده يصير عندنا ديسبالانس. شو يعني؟ بده يصير عندنا خلل في التوازن. هذا النظام هيك هو التوازن. يعني انتم ما شاء الله عليكم امامير ومحترمين، وطلع عليكم حلوين وامورين على الشباب والصبايا. في عندكم تناغم بين الليفت سايد والرايت سايد، يعني في شيء واحد عينه نافخ منخار طالع، عرايس الاردنيين خشمه نافخ، بينما لو واحد قرسته نحله عند عينه اليمين نطلع عليه بنلاقي عينه اليمين نافخه وعينه الشمال نازل على طول. من كل شو عنده هذا؟ هذا عنده في هذه المنطقه صار خلل في الريليشنز، في العلاقه، في البالانس بين الفلويدز الاكسترا سيلولار والانترا سيلولار فلويدز. صار الخلل لصالح مين؟ زاد الاكسترا سيلولار. من وين جاء؟ من واحد من ثنتين، يا اجى من الدم يا اجى من الخلايا. على الحالتين احنا عن اي اكسترا سيلولر نتكلم؟ على الانترستيشيال. يعني الانترستيشيال عاده بيزيد في الانفلاميشن. كنا من انتر الانترستيشيال اللي هو اللي بين الخلايا بيزيد اذا اجى عليه الجزء الثاني من الدم، يعني من الاذر بارت للاكسترا سيلولر. فصار عندنا معادله انه البالانس هذا صار في خلل. يعني صارت منطقه القرصه تبعت النحله مثال صار فيها زيادة لكمية الإكسترا سيلولار فلويدز. طبعاً هذا زيادة مؤقتة ليوم يومين وبروح. إذا في عنا مشكلة مستمرة تضلها تعمل هاي الخلل، بده يصير عنا خلل. كمية الفلويدز اللي طلعت وزادت في الانترستيشيال سبيسز أكثر من النورمال من البالانس تبعنا سمناها إدم. هاي اللي حكينا عنها سويلين وراء توذم. بنقول طلع على إجرين، شو مالهم؟ إديماتوزيس. شو يعني؟ يعني مورمات، منفخات. شو فيهن؟ فيهن فلويدز كتير. قل له يا حاج مالك انت؟ عندك مشاكل في الكلى، مشاكل في الهارت، هذول هم اللي بيعملوا أكثر شيء الورم يعني. قل له عنده. بنقول له مشان احنا نساعد عملية رجوع الفلويدز للفينس سيستم، ارفع رجليك يا حاج، حطهم على كرسي على الاقل. ليش؟ مشان نخفف شد الجاذبيه اللي هن لتحت. يعني هيك نقلل لو جزء بسيط من تخفيف الانما الادما سوري. فالادما هاي هي عباره عن عمليه زياده الفلويدز وين؟ في الانترستيشال سبيسز، تسمى ادما. ماشي. طيب اذا صارت عندنا خروج للسوائل، هاي السوائل الموجوده سواء في الانتراسيلولار او الاكستراسيلولار، تمكنت من الخروج وصارت تتجمع في سبيس، في كيفيتي، في تجويف من تجاويف الجسم، في تجويف البطن، في تجويف الصدر، في تجويف الكيس الطامور المحيط بالهارت، شو هذا بدنا نسميه؟ هاي مش ايديما، لان هالايديما حكينا في الانترستيشال بين الخلايا، يعني التشبع مثل الاسفنجي. طيب هذه الفلويدز اللي طلعت شو بدنا نسميها؟ هذه قرروا يسموها ميه في تجويف البطن، ميه في تجويف الصدر، ميه في تجويف البريكارديال ساك. فصار اسمها ميه في الصدر. هايدرو اللي هي ميه، ثوراكس هايدرو بريك هايدرو 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 مي. اوكي نقطة ثانية لتجمع الفلويدز، بعض الأمراض اللي ممكن تعمل لنا شيفتنج احتقان للمية في السبكوتينيوس فات تيشو.
يعني تحت الجلد بشكل عام كله منفخ، كل طلع على فلان منفخ او فلانه نفخ جميعه. تحت الجلد في عندنا مي متجمعه في الفات تيشو، هذا بنسميها اناسارك. اذا الاناسارك هي إديما جنرال تايب موجوده في السبكوتينوس فات تيشو، وعملت لنا السويلين تبعها. طبعا شو فرق بين الإديما وبين السويلين؟ هل هي واحد؟ لا، الإديما هي المي نفسها اللي موجوده في الانترستيشن. طيب والسويلينج هو ما نراه من انتفاخ، يعني الكلينيكال ساينس تبع الإديما اللي هو السويلينج، احنا المي مش شايفينها، هي جوا في جوا الجلد بس شايفين الجلد نافذ. ليش نافذ؟ لانه في إديما. اتفقنا؟ النيكست سلايد يا حبايبنا، مثل ما حكيت لكم انه هذا البالانس اللي موجود بين الفاسكولار تايب وبين الانترستيشيال لازم يكون فينا ننظمه بحيث ما حدش فيهم يتعدى. اذا في عندنا باور، في عندنا فورس، في عندنا قوه، في عندنا محرك، في عندنا بريل بلاد فازلز بريشر، في عندنا دال بلاد فازلز بريشر، وهذول البريشرز مش متساويين، في بينهم الوول تبع البلاد فازلز بيسمح بدخول اشياء وبيمنع، بيطلع اشياء وبيدخل اشياء. هاي النسب للخروج والطلوع من البلاد فازلز، خروج والدخول عفوا، سواء كانت من والى الانتر سبيسز هي بده صاحبها فلويدز، لانه في شيء شيء بيطلع بيمشي. انا جبت لكم مثال، قلت لكم اذا درنا مي بتكمل، شو اللي بخليها بمشي فيها بتسحب فيها التراب والحجار؟ المي. طيب اذا راحت المي والحجار والتراب وهذه الامور بدها ترسب، بدها توقف. اذا البلاد اليمنتس اللي موجوده في الدم من البروتينات، من المدياترز، من 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 كل شيء، شو اللي بده يحركه؟ الفلويدز. هسه لو سحبنا المي من الدم بوقف، في شيء باور طاقة المية، المية لها طاقة. إذا جمعت هاي النقاط، نقاط المية، هناك نقطتين، جيبوا كاسة شاي عبوها شاي للآخر اتعبت، جيبوا حطوا عليها أخرى نقطة تستقبلها. طب هي ملانة راحت، وقفوا على اللي بتلاقوها من فوق، اللي بنسميه سورفيس تنشن. ليش ما كبتش؟ لان النقاط المي شادات في بعض. هسه بينزل المطر كل نقطه واحده واحده لحالها، ولكن السورفيس تبعهم يتحد مع بعض، بصير عندنا مي تمشي واحد. طيب هن نزلن كل واحد الى واحد، كل واحد الى حال، ولكن عملوا مع بعض تماسك ومشين شو مي مع بعض. يعني جزيئات المي وهن على شكل بخار، كل جزيئ لحاله مضبوط، وهن على شكل ثلج، كل جزيء حبيبي لحال. طيب لما ذابوا كلهم اتحدوا مع بعض وصاروا شو؟ كتل. هسه هذا الكلام موجود في الجسم. بدنا نشوف في النظام اللي عندنا. اذا في عندنا تو بريشر، واحد داخل الاوعيه الدمويه وواحد خارج الاوعيه الدمويه. هذول تو بريشرز مختلفين، مختلفين مش واحد. إذا السوائل بدها تطلع من الضغط العالي اللي هو الفاسكولار الأوعية الدموية لبرا. طيب بدنا ميكانيزم، بدنا ميكانيزم اللي يخلي بحيث إنه البالانس هذا يضل موجود. الميكانيزم شو هو؟ الميكانيزم طلعوا لي على هالرسمة. هذه الرسمة هي عبارة عن المايكرو سيركوليشن سيكشن، يعني هاي الارتيريولز اللي هي نهاية الارتيريال سيستمز، الدم جاي من جهة القلب، وهاي الفينيولز اللي هي ما بعد الكابيلاري سيستمز وطال على وين؟ على راجع على الفينوس وعلى الهارت. بينهم في عن الكابيلاري بيتس، النهايات تبعون الكابيلاري سيستم. شو يعني كابيلاري؟ الارتيريول وشو يعني الفين؟ الرسمة في عنا ثلاث أنواع من الأسهم. السهم الأحمر
شايفينه؟ هذا يسمى السهم الأحمر هايدروستاتيك بريشر، كتبوا عليه هايدروستاتيك بريشر. السهم الأخضر أوزماتيك بريشر. السهم الأسود الموفمنت الدايركشن، اتجاه الموفمنت تبع الفلويدز، يعني وين بروح. الأول الأحمر بعيد الهايدروستاتيك بريشرز على جنبه هون اللي هو ضغط الدم. الثاني الأخضر الأوزماتيك بريشر هو ضغط الانترستيشال سبيسز، يعني في هذه المناطق البيضاء بين الأوعية الدموية بين الخلايا وبين الأنسجة. البريشر الأول اكتبوا عليه أرقام، هذا رسمي، هذا رسمي حلو. إذا في الحالة الطبيعية هي مكتوب لكم نورمال، البريشر الأحمر الهايدروستاتيك اكتبوا في داخل الارتيريولز الأحمر هذا، اكتبوا هون البريشر 30 ل 35 ملم زئبق، 30 ل 35 ملم زئبق. بينما على الجهة المعاكسة اللي هو الفينولز 10 ل 15 مم زئبق. طيب في الوسط في الكابيلاري 20 ل 25، صار عندنا 20 ل 25 عفوا 30 ل 35، عن الحمر انا بحكي هون 20 ل 25، هون 10 ل 15. ماشي؟ اذا عيد اخرى مره، النورمال شرل الدم في الارتيريولز 35 التوب تبعه، في الكابيلاريز 25 وفي الفينولز 15. كويس؟ كويس. الاخضر اللي هو الانترستيشيال اللي بين الخلايا والانسجه برا عند الارتيريولز وعند الكابيلاريز وعند الفينولز واحد، مقداره 20 ل 25 ملم زئبق اللي هو الاوزماتيك بريشر. شو صار عندنا؟ الضغط العالي هون 35 من الارتيريولز بيطلع برا، شايفين السهم؟ هيو راسمين لكم اياه كبير لانه الضغط هذا اكبر من هذا. اللي طالع الهايدروستاتيك بريشرز اكبر من الاوزماتيك بريشرز، اذا الخروج بس لبرا. هنا الاوزماتيك الاخضر مساوي للهايدروستاتيك بريشرز في الكابيلاريز، فاذا الدخول والخروج متساويين. طيب اللي طلعوا هنا زياده وين بدهم يروحوا؟ بدهم يرجعوا منها. هنا العكس، الهايدروستاتيك الاحمر اقل من الاوزماتيك الاخضر، فبالتالي اللي طلعوا من هنا زياده بيرجعوا منها. ولكن في نقطه، طلعوا لي على السهم هذا اللي هون الاحمر كبير اكبر من الاخضر اللي هون، يعني اذا طلع خلينا نقول 15 ملم فلويدز هان سوائل بدهم يرجعوا هان 10 ل 12، اذا ظل عندنا 3 ل 5 وين في هاي المنطقه ما رجعوش. طيب وين بدهم يروحوا هذول؟ هذول بدهم يروحوا على السائل الليمفاوي، يعني الزياده بده ياخذها السائل الليمفاوي. طيب السائل الليمفاوي هذا وين بده يروح؟ هذا بتجمع من كل الجسم وبرد بصب وين؟ في السابك ليفين فين، وبرجع على اخرى مره. فهيك عندنا العمليه منظمه بطريقتين، طريقه المايك اللي بيرجعوا عن طريق الليمفاتيك سيستم. هذه بنفرج فيكم اللي حكينا لها الارتيريولز هون في الكاب متساويين، هون الفينولز العملية عكسية. لزيادة اللي ضلت هون وين بدها تروح؟ بدها رجع الصوت هاي بعيد فيهم. رجع الصوت ولا لسه؟ رجع دكتور. دكتور رجع بس انه رجع. في قطع يعني ما فهمنا. طيب بنعيد. في عندنا من بعد 35 25 15 من بعدها. ممتاز. 35 هون هذا الأوعية الدموية، هاي الارتيريولز فيها 35، هاي الكابيلاريز هون 25، هاي الفينولز فيها 15. الانترستيشال سبيسز الفلويدز اللي فيها البريشر هان 25 عليها كلها، السوائل من هون تطلع، من هون اللي بيطلعوا واللي بيعبروا قد بعض
بينما هون بتدخل، ولكن كمية السوائل اللي رجعت هون أقل بشوي من اللي هون، أقل من اللي طلع. فالزيادة اللي ظلت في الانترستيشيال فلويدز بتصب وين؟ في هذا السيستم اللي هو أي سيستم. شو هذا السيستم؟ الليمفاتيك درينيج، الليمفاتيك سيستمز، السائل الليمفاوي. هذا بيرجع وبيطلع تيصب في السابك ليفيان، في الليفت سابك ليفيان، لأنه جاي من الثراسك داكت، وبرد يرجع على الدم على الهارت أخرى مرة. فعمليا اللي طلعوا من الهارت من هون اللي أجوا من الهارت نفسهم رجعوا من الهارت على جزئين، جزء رجع من هون والجزء الثاني رجع من خلال السائل الليمفاوي. ماشي؟ طبعا السائل الليمفاوي هذا وظيفته شو؟ شوية الفلويدز هذول اللي ضلوا، هاي العملية شوف الجسم تستفيد. شو هي الحركة هاي؟ هاي عملية تبادل المواد الغذائية بين الأنسجة وبين الدم. يعني هاي العملية تستفيد في الجسم، بتجيب المي لما تطلع بتطلع معها البروتينات والفيتامينات والهرمونات والسكر والإنسولين والكولايت والدهون والبروتينات، كل شيء بيلزم الخلايا بيطلع بهذا الطريق مع الدم. الحالة بتحركش، يعني البروتين بيش يحرك شوية، قلت لكم المية لما تحرك تسحب معها، لما تنشف الرواسب هاي كلها بتنزل. هاي الرواسب المذابة في الدم من فيتامينات، لا لا لا، كل شيء اللي لازم الخلايا بمر عليها. هذه عملية تبادل ما بين الأنسجة وما بين الدم، كل المواد اللي بتلزم الخلايا وبتلزم الجسم بتمر من وين؟ بتمر من هذا الميكانيزم. تفضلي يا سارة، سامعينك؟ لا لا، بالغلط دكتور، كنت افتح الشات. بالغلط بالغلط دكتور، بسيطة يا ست، حتى لو بالغلط. إذن اتفقنا انه من خلال هاي العملية في المايكرو سيركوليشنز بتتم جميع عمليات الميتابوليزم وعمليات الايض الحيوية في الجسم في كل مكان. حياتنا مرتبطة في هاي الموفمنت، في هاي الحركات. طبعا هذا الكلام وين بصير؟ في كل مليمتر من الجسم في عنا هاي العمليات مستمرة. يعني شبكة المايكرو سيركوليشنز بالدنيا وين ما تنخزوا بيبري، جيبوا وين ما تنخزوا انتوا جيتوا في بلاد فيزلز الدم. فيش نقطة ما فيش فيها هذا النظام. متصورين كيش النظام معقد؟ هسا امتى بصير في خلل؟ بدنا نشوف شو المشاكل اللي بصير فيه. نرجع على الرسمة تبعتنا اللي هي حكينا لكم، هي نفسها هاي، هاي هي نفسها هاي، مكتوب لكم فوق بعيد نورمال. الهايدروستاتيك اللي هو الأحمر، الأوزماتيك الأخضر، والخروج أو الدخول بالسهم الأسود. هذا الكلام اللي حكيناه، احنا حكينا النورمال بالانس، حكينا لكم وين بيرجعوا على الفينول سيستمز، بيطلعوا وبيرجعوا شوي، بضلين بيجين على وين؟ على الليمفاتيك. هيك بنكون عملنا البالانس الكامل لمين؟ للفلويدز موفمنت في الجسم. البريشرات اللي حكيت لكم عنهم، الهايدروستاتيك اللي حكيت لكم من 30 ل 35 اللي هو هون، في الجهه المقابله حاطين لكم اياه حوالي 12 اللي هو من 10 ل 15 في الفينس. في الاوزماتيك بريشرز اللي حكينا عنه اللي برا اللي هون اللي هو الاخضر 25. ماشي؟ طيب جيبوا تناخذ حاله مش طبيعيه، هذه النورمال خدناها 30 في الوسط 25 15 وبره 25. في الانفلاميشن اللي حكينا عنه قبل، ما احنا صرنا اسبوع بنحكي عن الانفلاميشن، جيبوا تنعمل انفلاميشن. في حاله الانفلاميشن تفرجوا على الصوره اخرى مره، ما لهن هذول ارفاع عاديه، جيبوا تنعمل لهم انفلاميشن. شو صار فين في الانفلاميشن؟ فازا دايليتيشن، توسع. طبعا هنا اطلع على الهايدروستاتيك بريشر شمالها زادت، كانت 30 صارت 50، هاي اللي كانت هنا في الكابيلاريز 25 صارت 40، هنا كان 15 صارت 30. اطلعوا لي على السهم الاخضر اللي هو الاوسماتيك بريشر شماله، الكولويد اوسماتيك بريشر ثابت 25
هو برا. مين اللي زادين؟ اللي جوا. الهايدروستاتيك الضغط ارتفع في هذه المنطقة. ليش؟ لأنه صار عندنا فازودايليتيشن وزاد التدفق الدم لهاي المنطقة مشان نكون الانفلاميشن. ممتازين؟ عدنا. إذا لما زدنا البلد بريشر فيهن كلهن في الثري سيكشنز صارت الدم الفلويدز بس يطلعوا برا. مش حكينا بيطلع الاكسوديت وكنا بعملنا ايديما، فطلع الفلويدز برا، طلعوا على السيم الاسود، خروج خروج خروج. شو بده يصير هون في الانترستيشال سبيسز؟ بده يصير ايديما. اذا واحد من اسباب الايديما حكينا الانتفاخ التورم اللي هو الانفلاميشن، اللي هو شو؟ انفلاميشن انجري. إذا ردة الفعل على أي إنجري توسع البلد فازلز اللي هو الفازودايليتيشن وخروج الفلويدز ما يسمى بالإكسوديت أو الترانسوديت، على الحالتين بده يصير عندنا إدمة. ليش بدها تصير الإدمة؟ نرجع لهذا الرسم البسيطة، يا بدنا نزيد الضغط يا بدنا نسكر الفينوس سيستمز، يعني الضغط جاي من هون، يا زدنا بده يعملنا إدمة، أو إذا ما زدناه مش خلنا عادي بس سكرنا فيش له مخرج صار يتجمع هون بده يزيد البرشر، صح؟ في الحالتين بدها تزيد عنا الإدمة. إذا عمليا الإدمة بعيد أخرى مرة، السبب الأول منطقي إنه إذا زاد الهايدروستاتيك برشر اللي هو ضغط الدم كيف بيزيد؟ بيزيد فيما يتعلق بالفينز اللي هو هذا السكشن. إذا صار عندنا مشكلة في عملية الرجوع بصير عندنا هون احتقان مع دايليتد. إذا إحنا بنقول إنه increased hydrostatic pressures ممكن نلاقيه في حالتين. الحالة الأولى مرتبطة في قلة أو عدم رجوع الدم لوين؟ للهارت، وبده يصير عندنا نتيجة أمراض أو أسباب معينة من ضمنها congestive heart failure, constrictive pericarditis أو ascites اللي هو liver cirrhosis أو obstructions إغلاق للفين نفسه، سواء ضغطنا عليه من برا تيومر أو في ثرومبس من داخله صار في كلات تجلط، أو حتى إنه الموفمنت لللمس اللور لمس الإجرين تحركوش فيش موفمنت ففيش كونتراكشن، العضلات بتغطنش على الفينز وبتفعن الدم لوين؟ للقلب. الثاني اللي هي الأرتيريال دايليتيشنز، إمتى بتتوسع؟ قلنا في حالتين، الحالة الأولى فيزيولوجيكال يعني لما يزيد تدفق الدم إلها فبالتالي بده يزيد البريشر، كل ما زادت كمية الدم كل ما زاد البريشر تبعه ضغط، ماشي. الثاني تحت تأثير النيرو هرمونال ديسبالانس التوزيعات. نيجي على نقطة مهمة، لو جينا هسا وقلنا إنه واحد زايد عنده الضغط increased hydrostatic pressures ضغطه طالع ونتفرج عليك قاعدين أنا وإنت، شو بنشوف فيه مميز؟ إشي بميز يعني بتطلع على واحد بتقول له يا زلمة كيف ضغطك يا رجل شكله ضغطك طالع، إمتى بنشك في هذا الأمر؟ لما نشوف وجهه شماله إحمار إحمار بنقول له يا بني آدم مالك شكله ضغطك طالع. ليش؟ لأنه وجهه محمر. طيب شو يعني وجهه محمر؟ بتوسعن، بس بتوسعن، حجمهن بتضخمش، هذولا فيش لهم يعني بربيش، هذا يعني فيش له كتلة، هذا مش برنكان، هذا هولي أورغنز يعني كناة، فبنشد على الوال تبعه بصير دايليتيشن توسع. ليش حكينا هيك احنا؟ لأنه كمية الدم اللي أجت زادت ضغطت على الوول، الوول صار رقيق يعني نفيخة نفيخة نفيخة. هسا إحنا جينا نفخناها في الهواء عبناها هواء، شو صار فيها؟ توسعت نفيخة، ما كبرتش، اتوسع الوول تبعها، لأنه أصلاً جوا النفيخة فاضي في هواء مش جزء من النفيخة، ماشي. هسا هذه النفيخة كل ما ننفخها أكثر كل ما صار الغول تبعها تنشن أكثر مشدود أكثر،
صحيح؟ يعني لو جبنا نفيخة، أي نفيخة لونها أحمر مثلا وهي مش منفوخة، إحنا مش شايفين اللي في جواها. لو جينا حطينا فيها حبة حلو، حبة حلو، والنفيخة محطوطة ومش منفوخة، إحنا مش شايفين حبة الحلو، ونفخ النفيخة، لما يصير دايليتيشن للوول تبعها بصير شفاف، بصير رقيق، بنشوف اللي في داخلها. ماشي؟ هسا كويس إنه هذا اللي في الداخل حبة حلو. أما إذا كان اللي في الداخل عندنا فلويدز وشدينا النفيخة أكثر من اللزوم ممكن تنفجر النفيخة، لأنه الوول تبعها مسكر فيش فيه فتحات، فما بالكم في البلاد فازلز اللي فيه فتحات مثل بلوزة الصوف. تعرفون بلايز الصوف؟ كل ما تنشد أكثر الفتحات بتزيد أكبر، إذا عملية الخروج من خلالها الديفيوجن التسرب للفلويدز بتصير تزيد، وهي الفلويدز اللي بتطلع هي اللي بنحكي عنها الإدم. طبعا احنا حكينا، صحيح احنا حكينا انه شو بصير عندنا، بصير عندنا arterial dilatation. هاي الدايليتيشن حكيت لكم في الهيت، شو يعني هيت؟ في الحمل. تعالوا اقعدوا عند النار او في الصيف، الناس خاصة البنات لما يبكين عركانات ومشوبات وحالتهن حالة بتلاقيها شو، أو عند النار تكون في الدفع بتلاقي فازا دايليتيشن تحت تأثير الهيت، تتمدد الأوعية الدموية. بالنسبة للهيت هاي هي والنيرو هيمورال بالانس وحده، لا مش سارة، مش سارة عاكف ولا آية حداد، وحدي أجو ناس يطلبوها. ماشي؟ هسا هاي إلها ثلثين الخاطر، أجو ضربوا فلان يشوفوا البنت شافوها قاعدة وما بعرف إيش، والله إحنا جايين نطلب العروس. أبوها قال لهم يا عمي أنا بنتي بدي أستشيرها بدي أسألها، قالت قالت لأ لأ. طبعاً إذا البنت لها ثلثين الخاطر وعارف إنهم بدهم يجوا يطلبوها من قبل، يعني شبه جاهزة، وخجلانة تقول لأبوها موافقة بدي، شو جربتي يعني؟ تقلب حبة بندورة. واحد من الصبايا بتقول لكم تقلب حبة بندورة. شو يعني بتقلب حبة بندورة؟ يعني بصير تحمر تتلون. طبعا مش بعرف، انا بعرفش ليش البنات عندنا بحطوا اصبعهم طرف اصبعهم في طرف تمهم وبتطلع في الارض وبتقول اللي بتشوفه يابا. شو يعني اللي بتشوفه يابا؟ يعني ولا لا؟ شو يعني اللي بتشوفه؟ يعني موافقه بس بدهاش تقول بصريح العباره فبتسمعوش المصريين بيقولوا السكوت علامه الرضا؟ الا في الزواج لازم تحكي. ليش؟ لأنه الشرع شرع ربنا قال لازم موافقتها. السكوت لا يعني موافقة، الموافقة لازم تكون موافقة. هسا هذا الاحمرار اللي هو الخجل بيعمل لنا فازا دايليتيش. طبعا ليش؟ لأنه بصير عند الهارت بيت تزايد ضربات القلب. ليش؟ لأنه فراز الأدرينالين هرمون الخوف الفير، القلب بصير يضرب، تسمع ضرب دقات قلبها في 140 البلاد اللي طالع، فبالتالي بصير عندنا اللي هو الفازا دايلاتيش. النيكست وان اللي بدنا نحكي عنه يا حبايبنا اللي هو حددنا امتى بتزيد الهايدروستاتيك بريشرز، اذا سكرنا الفينوس او خففنا اللي راجع أو زدنا إلجا. الثاني إمتى بدها تصير إديما؟ إذا أوزماتيك بريشرز قل، مش حكينا هو 25 اللي برا؟ طيب نقصنا، نقصنا شو بده يصير عندنا؟ بده ينقص بزيادة، صار المية تطلع في جميع الأماكن. ليش يا جماعة الخير في جميع الأماكن؟ لأنها وين مطروح؟ الانترستيشال بريشر أقل من مين؟
اقل من اللي برا، من اقل من اللي في البلاد فيزز، من هايدروستاتيك. فبلشت تطلع. امتى هاي بين لك اياها؟ طبعا شو على ماذا تعتمد الاوسماتيك بريشرز؟ الاوسماتيك بريشرز تعتمد على البروتينات. هاي البروتينات بتعمل شيفتنج للووتر، بتسحب ميه في ديالها. كل ما كانت البروتينات اكثر كل ما كانت الاوسماتيك بريشرز اعلى. اذا قلت البروتينات فقدنا البروتينات، بالتالي شو بدنا نفقد؟ بدنا نفقد البريشر، بدنا نفقد السوائل. في حاله فقدان السوائل، طبعا احنا بنحكي عن انترستيشل اللي هو خارج الخلايا اكسترا سيلولا. يا حبايبي لما نفقد السوائل بكميات كبيره وما حل بروتينات بصير عندنا جفاف، ديهايدريشن. شو هو الجفاف؟ هو نقص كميه السوائل الموجوده في الاكسترا سيلولار سبيسز. تمسك ايده بكل هذا الطفل عنده جفاف او هذا المراه عندها جفاف. طيب ليش صار عنده جفاف؟ لانه فقد كميه كبيره من البروتينات اللي لازم تجمع المي. ما فيش بروتينات، فيش مي، البريشر نزل. ليش فقدها؟ لانه في عندنا مشكله في الكدني، في عمليه اعاده امتصاص البروتينات، في عندنا نيفراتيك سندروم. طيب مشكله ثانيه عندنا ليفر سيروسس. شو يعني ليفر سيروسس؟ يعني الكبد غير شغال. طيب شو بدنا فيه الكبد؟ شو بدنا فيه الكبد؟ ما هو الكبد مصنع البروتينات الاساسيه للبلازما اللي بدها تطلع مع الفلويدز، الالبومين، الفايبرينوجين وجماعتها. مشكله ثالثه اللي هي المال نيوتريشنز. شو يعني مال نيوتريشنز؟ عدم تناسب، سوء تغذية، عدم تناسب في كمية البروتينات وكمية الأذر ماتيريز اللي بتدخل على الجسم، نقص. أربعة، فقدان البروتينات مثل ما فقدناهم في مشاكل الكدني نفقد فيهم في مشاكل المعدة والأمعاء. شو يعني بنفقد فيهم في المعدة والأمعاء؟ يعني عنده إسهال، عنده مراجعة كثير سيفير، بقول لك من كثر ما صار عنده إسهال ومراجعة صار عنده ديهايدريشن، جفاف. شو يعني جفاف؟ يعني فقد الفلويدز اللي موجوده في الاكسترا سيلولار، ما هي طلعت برا. ماشي. المشكله الثانيه اللي ممكن تعمل لنا إديما غير مرتبطه في البريشر وفي الدم، اللي هي مرتبطه في مين شوي اللي حكينا، بروحوا على الليمفاتيك سيستمز. اذا تسكروا الليمفاتيك سيستمز او صار عليهم ضغط، سواء كانت انفلاميشن او تيومر، ورم، سرطان، او جراحيا عملنا عمليه وقطعنا هذا الدكت سكرنا، او صار له دمج من الراديشنز او من الهيت او من اذر انجري فاكتورز، بتبطل شوي اللي ضلين اللي لازم ياخذهم الليمفاتيك سيركوليشنز، ضلين وين رحن؟ تجمعن في الانترستيشن. بنسميه شو؟ بنسميه الليمفا ايديم. هذا اسمه الليمفا ايديم. ليمف ايديم، شو يعني ليمف ايديم؟ يعني المي اللي لازم تطلع في السائل الليمفاوي وتروح على الليمفاتيك داكتس وترجع على وين؟ على الثوراسيك داكتس وترجع على السابك ليفين وعلى الهارت اخرى مره، مش موجوده، مقطوعه الطريق. طبعا هذا الصوره الاولى اللي انتم شايفينها، هذه حجي شالوا لها الثدي، كان عندها سرطان ثدي، وفي عندنا عمليه اسمها عمليه ماستكتومي اللي هو استئصال الثدي بعد السرطان. ومن ضمن هاي العملية مش بس بشيله الثدي، بشيله الثدي وبشيله العضلي اللي في دياله مع الغدد الليمفاوية. الغدد الليمفاوية الموجودة وين؟ تحت الإبط. هاي الغدد الليمفاوية مبصوب فيها الليمفا ومنها بطلع على الدكت. لما شلوها الجراحين الصح بشيل الغدد الليمفاوية بحافظ على الدكت، القناة، عشان الفلويدز هاي تضلها ترجع. هنا شكلهم قصوها وخلص، فصار الفلويدز الزياده اللي هو الليمفاتيك فلويدز ما فيش لهم مخرج، فتجمعوا وين؟ في الايد. هاي بوست سيرجري، بعد عمليه، بعد الماستكتومي، شو بدهم يعملوا لها؟ بدهم يعملوا لها اعاده عمليه. ليش؟ انهم يفتحوا الدكت ويحطوا توصيله بحيث انه السائل هذا يرجع لطريقه. على الصوره الثانيه مرض الفيل. طبعا انتم والفيل لما انتم كثير حبايب وعارفين انه الفيل كثير، هذه مرض الفيل واحد من الامراض المنتشره في الدول الفقيره في المناطق الريفيه النائيه، يعني بقول لك اياها
في الهند، بنلاقيها في الدول الإفريقية، ممكن نلاقيها في جنوب شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية. عندنا والحمد لله رب العالمين مش موجودة، مش لأننا لأن إحنا عباقرة ولا إن إحنا ما منزهين ولا 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 الطب عندنا تسألوش قطع بعضهم، لا لا، لأنه هذول الناس في مناطق المستنقعات بشكل عام عايشين وحافين. طبعا بصير لهم خدشهم جروح أبصر إيش، هذه المستنقعات فيها كم هائل من البرازايت من الطفيليات. واحد من الطفيليات اللي ممكن يدخلوا عليها على الجرح أو السكن اللي هو الفيلارياسيس، نوع من البرازايت اللي بنلاقيها وين في هذه المناطق، بطلع بدخله بمشي وين بقعد، بقعد في السائل والطرق الليمفاوية، فبالتالي بيصير عنا ليمفا إديما وبصير عنا مثل ما أنتم شايفين إديما، وهذا المرض بنسميه إلفانت أو إليفانتيازيس. ليش سموه هيك؟ لأن هذا الإجر بصير شبيهة بإجر الفيل، مرض الفيل بسموه. طبعا بده سيرجري. طبعا أنتم بالله عليكم يعني أولا طلعوا على الصورة، كلاسيكالي إحنا بنحكي عن الهند. ليش؟ لأنه لما واحد تبلش إجره تنفخ، هذا الكلام ما نفختوش في يوم من يومين، يعني صابر عليها إيش تستنى؟ دليل إنه very poor people، ناس فقيرين جدا وما فيش medical care بالمرة أو health care، الله يكون بعونهم. كمان مشكلة اللي بدها تعمل لنا خلل في هذا النظام، نظام البالانس بين الووتر اللي هو بين الفص الانترا سيلولار والاكسترا سيلولار اللي هو الصوديوم. طبعا مثل ما انتم عارفين انه الصوديوم، شب الصوديوم المحترم، هو عبارة عن عنصر من العناصر المرتبطة بالكلور، واحنا بنستخدمه بندخله على الجسم عن طريق بكميات كبيرة عن طريق الملح، فيما بعد بصير له عملية بفلت بتحلل من الملح من الكلور وبيصير هو عنصر ذاتي، وعملية دخوله على الكدني هنا بصير السبب الرئيسي. كل ما الصوديوم زاد أو تجمع بده يجمع على حاله مية، بده يجمع على حاله شو مية، فالصوديوم بصير له مثل أي شيء ثاني، عملية الفلترة اللي بتصير في الكدني. ماشي، الناس اللي بوكلوا موالح كثير إذا في عندهم مشكلة في الكلى وزادت عملية امتصاص من الصوديوم في التبيولز، بده ينشط نظام اسمه الرنين أنجوتنسين الجستيرون سيكريشنز. ماشي، هذا عادة النظام بنلاقيه في حالة الانفلاميشن، أمر مفروغ منه. فالانفلاميشنز الأكيوت والكرونيك والأنجوجينيز اللي هو الريبير، هذا بحكي لكم أنا هسا عن الميكانيزم ليش بصير إديما سيكندري إديما في هاي الأمور، لأنه صار فيها ريتينشن، انحباس للصوديوم في هاي الأماكن. ماشي، كم صارت الساعة؟ طبعا بما انه احنا وصلنا للسيستم صارت الساعة 12، فاليوم يعطيكم العافية وبارك الله فيكم وشكر الله سعينا وسعيكم، وإن شاء الله تعالى